عبد الحفيظ البقالي مدينة سيطوان الطب العام شهر رمضان 2018، الله يدخلوا على المستمعين وعلى جميع المسلمين وعلى جلالة الملك، يعني بالصحة والعافية وطول العمر. غادي فهذا يعني هذه النصيحة غادي نتكلموا على السكري. مرض السكري يعني هو مهم ومهم جدا باش نتكلموا عليه بالخصوص، عنده علاقة في هذا الشهر الفاضل. فالناس يعني هنا عندنا مرض السكري، شنو هذا مرض السكري؟ هو احنا يعني مع حين كناكلوا بزاف يعني السكريات وكنسمنوا، فيعني كتبدا البنكرياس، هذا البنكرياس هذا الغدد اللي صغيره في حال يعني الوريقه الزيتون عطاها لنا الله تبارك وتعالى تحت المعده، يعني كتكون تعطينا يعني واحد الماده ديال الانسولين. هذه الماده ديال الانسولين قد ما احنا كناكلوا بزاف السكريات قد ما هي يعني كتفرز بزاف، وكيجي واحد الوقت اللي كدعيا هذا البنكرياس كدعيا. هنا كنتكلم لان ما يخفاش على المستمع بان السكري عندنا زوج، كاين السكري دلي يعني دي الصغار وهو سكري وراثي، وهذا كيمكن يخلق به الطفل، هذه ما كنتكلموش عليه. حنا كنتكلموا على السكري المكتسب دلي كان مرطوبه يعني عن طريق الاكل وعن طريق السمنه وعن طريق الاكل المفرط، وهذا كيقولوا السكري ديال الراجل من 40 سنه فوق، ولكن المشكل كيمكن يصبح وراثي ويورثوا للذريه ديالو الصغيره. فهذا يمكن نتفاداوه ما نكثروش يعني في السكريات بزاف، وبالخصوص يعني في الشهر رمضان. فيعني الانسان الذات كتكون كتتسنى يعني الاكل، فنحاولوا يعني ما نستعملوش ديك الشباكيه بزاف وديك الحلويات بزاف. الانسان حدو يذوق يكفي باش يقتصد الاخر، ولكن يستعمل الماء بزاف باش يقدر الذات ديالنا تطحن هذا السكري. فهذا السكري هذا يعني هو مرض يعني ناتج على البنكرياس ما بقاتش كتعطي الانسولين الضروريه. علاش؟ لان احنا تعدينا عليها، كلنا بزاف السكريات لا في الصغر ديالنا ولا في الاخر، لما بلغنا هذا السن خص الانسان يقتصد. هذا المرض السكري عندنا فيه يعني البسيط، يعني ان شاء الله بدا وكيكون الانسان يتعاطى غير شي قرص، فهذا الصيام ممتاز يصوم. علاش؟ لان ذيك القرص كيمكن بدله لون الليل مع الوقاية ويصوم. ولكن المرض كاين بعض الناس اللي هذا المرض كيكون تأثر فيهم بزاف وبلغوا واحد الدرجة مفرطة، في هذه الحالة هذه كيصبح لابد خصنا نداوهم بالأنسولين. وإذا أصبحنا خصنا نداوهم بالأنسولين هنا ما كنقدروش نقولوا لهم صوموا. علاش؟ لأن الأنسولين حين كنعملوها الخطر ديالها هو كيمكن إذا كان صايم وعمل الانسولين مثلا في السحور او في يعني كيمكن ديك الانسولين يطحن السكر كامل ويطيح له السكر في الدم ويطيح السيد في غيبوبه. المشكله هو يعني اللي كان نحترزوا منه هو الانسان مثلا يكون ماشي في السياره ديالو وقعت له هذه الحاله، او ماشي مثلا فوق شي موضع عالي وجالو هذه الحاله، فكيمكن يفقد حياته تماما. اذا كنقولوا للناس اللي عنده السكري اللي كيعمل له انسولينا انتنا لا صوم عليك، خصك دفدي يعني فديه يعني من المساكين اللي كيفتوا بها الفقهاء يعني في المغرب. ولكن الناس اللي عندهم السكري ديال الكبر ديال السمنه وما كيعملوش انسولين، حنا كنشوفوا شنو عندهم. اذا كانوا عندهم الاقراص بزاف يعني لابد خصو يعمل ثلاثه واربعه ديال الاقراص، وهنا يعني الطبيب عنده هو الراي، الطبيب اللي كيعالجه هو الراي اللي ماشي يعطيه الفتوى. اما اذا كان كيعمل جوج ديال الاقراص فقط فكنعمل واحده في الفطور واحده في السحور، وكنفضلوا يصوم والصيام خير له. علاش؟ لانه كيطحن السكر. هذا مع العلم ان يعني حين تبلغ ديك يعني الخمسة ونص جويه ديال العصر، واذا ساب راسه مثلا بدا كيبرد او كيسخف او كذا، وفي هذه الحاله هذه كيعرف خصو يعرف بان السكر تقاضى من الجسم ديالو وكيخصو يعمل شي حليوه في ذقمه وكذا. اذا واخا هذا كنقولوا له يصوم، ومع ذلك كيبقى يعني بعلاقه مع الطبيب،
يعني كنخليوهم يصوموا الايام الاولى واذا سيبناهم ممتازين، وعاده تقريبا 90% كنسيبهم ممتازين وكيخدمهم هذا الصيام، وفي الشهر حين كيخرج رمضان كنسيبهم طيحوا في الوزن وكنسيبوهم فرحانين حتى نفسانيا انهم صاموا وخولنا لم يصوموا. ولكن يعني بعض الناس واذا شفنا يعني الصيام جهم يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فهذا مجهم بالطاقه ففدية طعام مساكين، وسلام على المرسلين.